على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتلبية لدعوة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طاولة مستديرة لأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية والدول الأوروبية الراعية للسلام باستضافة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويأتي الاجتماع للبناء على مبادرة السلام العربية التي تظل منطلقا للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي ومرتكزا أساسيا لأي حل لعملية السلام بالنسبة للشركاء الدوليين، كل كما يأتي في ظل غياب أفاق الحل السياسي لإنهاء الصراع والتدهور المقلق للوضع الإنساني والتهديدات المتزايدة مع النمو السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخاوف من موجة جديدة من العنف تهدد الفلسطينيين. الموقف السعودي إزاء التزام المملكة بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية أعاد إلى الأضواء مبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002. المبادرة التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز وتهدف أولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو من للعام 1967. ثانيا التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ثالثا قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون العاصمة هي القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ومثلت المبادرة العربية للسلام صفقة تاريخية بين العرب والإسرائيليين كما أنها أكدت على الالتزام العربي سيما من السعودية على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل يبدأ بإعلان دولة فلسطين.